تبارك الله عليكم، الله يسر لكم. نجدد الترحاب بكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مباشرة من مدينة خريبكة. وحنا كنتواجدوا في سوق القرب من تيريف هنا مشاهدينا، كما شفتوا معنا قبل قليل مباشر ديال القرعة، كيفاش تمت القرعة باش تستافدوا هاد الباعة المتجولين ديال اللي كيبيعوا الديسير والخضرة. فكانت القرعة وكل واحد خدا الرقم اللي غادي يستافد منه هنايا في المحلات ديالهم. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله ييسر ليهم إن شاء الله يا رب. وهذا هو سوق أم تيريف، يعني سوق القرب كما كتلاحظوا معنا، يعني مرقم. ها البايسه ديالي انا سبق منهم ما عطاونيش البلاصه. تيري كيفاش؟ سبق منهم انا قبل منهم ما عطاونيش البلاصه. مازال ما عطاوش. كورونا اللي مرض خليت البايسه ديالي وخرجت الطابله ديالي برا وما عطاونيش البلاصه ديالي. يعني شكون اللي كيكون السبب؟ يعني واش الجمعيه هي اللي كتحصي ولا شنو؟ لا مشيت ملي خرجوا من هنا بدا يصلحوا فيا عطاونيش البلايصه ديالي، واسبق هي اللي ندير البلاصه ديالي هي الاولى. واش ربما مازال شي مرحله اخرى غادي تستافد؟ مرحله اخرى ربما انت غادي تكون في هذيك المرحله الاخرى. والله نطلبوا الله لا يسر لينا. نتمنى تكون في وهي انا في هذه المرحله الاخرى نكون. شحال هذه المده وانت كدير البيع؟ قديم انا من اللي كانت الجوطيه جات تحول وانا كنتحول معها. شحال من مره تحول مع الجوطيه كل خاطر دابا راه كيعطيو مرحله بمرحله ياك. شفنا المرحله الاولى راها استفدت. ايه ودابا المرحله الثانيه ربما مازال مرحله اخرى. اي ان شاء الله ربما يعطيونا ان شاء الله يا رب. الله ييسر لك. امين. انت خويا من الباعه شنو استفدتي؟ ما استفدتيش؟ لا استفدتي. اليوم كنتي في ديال القرعه نيت اليوم، شنو يعني الراي ديالك اليوم والاحساس ديالك من الرقم اللي جاك؟ جاني رقم 17. عرفتي فين كاين؟ البلاصه كيفاش جاتك؟ الله يجعل كل شيء ببارك مسعود. نطلبوا الله الخير للجميع، حتى صحابنا نطلبوا لهم الخير ماشي علينا. اكيد هذا هو اللي كاين. اكيد كنتمناو يعني حتى الخير للجميع، حتى اللي باقيين ما شادينش نطلبوا لهم، ماشي حنا نبغيو راسنا، نبغيو حتى هذوك اللي باقيين برا تما نطلبوا لهم تما يديروا لهم شي حل باش يوصلوا. حتى لك كنتي تبغي راسك راه شويه ثاني. يعني تبغي الخير لراسك وتبغي الجميع، حتى شي وحدين اخرين راه باقيين ما محصيينش قدام. راه ماشي راه باقيين شي وحدين كيبيعوا ويشريوا. دابا غينوض لهم الصداع، حتى هو كاين اللي كاري، كاين اللي الله يحسن العون عنده الماء عنده الضوء، كاين اللي هاز كريدي، كاين راه حنا خصنا نديروا فيه النقيطات اللي فيهم شويه بنادم. يعني بحال حسينا الفرحه ديالك ما كاملاش، حيت لقيتي كل شيء خاصو يدخل، ماشي خاصنا حنا كل شيء يدخل. هذا هو اللي كاين، حنا ماشي ندخلوا حنا ونفرحوا، راه حنا دخلنا خاص كل شيء اللي باقي برا حتى هو يدخل. وربما يعني داك الشيء مرحله بمرحله. دابا خاصنا كل شيء يدخل باش يكمل السوق. هذا هو خاص باش كل شيء حتى واحد ما يبقى يدور برا، خاص اللي باقي ما شاتش حتى هو يشري. خاص الخطه ديالنا هنا يدخل. واش فهمتي دابا اختي؟ ماشي راه دابا ماشي انا شديت بلاصه صافي نبيع ونشري ونقول لا الاخرين خاصهم يمشي لهم كروسه ولا تشري لهم السلعه. هذا هو كل شيء يدخل. ان شاء الله مرحبا. ونطلبوا الخير للجميع. الله يسهل عليكم، الله يسر لكم. قول لي شنو الرقم اللي جاك؟ تشاور وقف معنا الله ينصره. هذا هو سعد بقيت تشاور وقف معنا ومشى معنا بواحد الطريقه اللي زوينه. نطلبوا الله يصلح لي وليدات وهذا هو اللي كاين. امين امين والله يسر لكم حتى انتم يا رب. الله يسر لكم الله يسر لكم. شنو الرقم اللي جاك؟ شمن الرقم جاك؟ قول لي شنو الرقم اللي جاك؟ مال خويا مالو؟ دابا مغير ما كاين دابا هضره ان شاء الله نهضروا معاك القايه. انا ما غنسكتوش على هاد الشيء اختي ناديه وخا تصور حنا هاد الشيء. لا ما نصورش انا بغيتي كامل ولا قبلوا ويا هذيك ولا ما قبلوش مرحبا. ما نصورش انا غنشوف غنبلبلوا عليه. اذا هنايا مشاهدي قناة شوف تي في ربما كاين اللي راضي. راه بنادم معانا معقولة في الاول. لا كل اللي جات من شي بلاصة سكت. اذا هنا مشاهدي قناة شوف تي في ربما كاين اللي راضي على الاستفادة وكاين اللي ما راضيش، ربما باغيين كلشي باش انهم يدخلوا. علاش؟ باش الا خصاتك شي حاجة وبغيتي تقدى تجي تدخل لهذا السوق هذا وتقدى، يعني ماشي يبقى بالكروسة برا وشي يبقى هنايا محبوس. وانت ملي غتبغي تمشي تقدا كتلقى هذاك مول الكروسه قريب لك كتقدا من عنده، وهادو كيحسوا بانهم واخا استافدوا واخا دخلوا لهنايا ما بقاتش عندهم البيع والشراء. اذا كنتمنى التوفيق لكل المسؤولين انهم يقدروا
يقدروا يتوفقوا ويدخلوا كاع الباعة المتجولين ان شاء الله يستافدوا الخضارة وصحاب الديسير كاملين اللي كاينين هنايا في حي النهضة يدخلوا ان شاء الله كاملين يستافدوا من هاد المحلات باش كلشي يبقى مجموع في واحد البلاصة. فانا ملي غنبغي نتقدى نجي مثلا لهاد السوق غنتقدى كل واحد ورزقه ولكن ما يبقاوش متفرقين. اذا كنتمنوا التوفيق للجميع. هذه هي المحلات اللي يستافدوا منها الباعة المتجولين اللي كيبيعوا الخضرة والديسير. كنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. اللهم يسر للجميع يا رب. فلاحظنا ان ربما محل الفرحة ديالهم ما كملتش. علاش؟ مرحبا مرحبا نجي. مرحبا سيدي. انا نجي عندك. انت من المستفيدين ابا؟ انا من المستفيدين. الاولين ولا اليوم؟ لا الاولين. يعني هذا هو المحل ديالك. اللهم بارك. الله يسر لك. وتعطيني النمره ديالك. نعطيك النمره ديالي وتعطيني الكلمه بعدا وقول لي كيفاش واش كاين. تفضل ابا. مرحبا. ايه شنو كتبيع؟ اه شنو كتبيع؟ انا كنبيع العطريه. عطار عطار. ايه كاين شويه الحركه. بداو الناس تبعوكم هنا عرفوكم. الناس ملي الا دخلت وتجمعت غادي تكون منتج. غادي تكون وليني حاجه خاصها تنقل المدينه. ما يبقاش يدخلوا كراس هنا وتبقى نص لي. لا لا الا بقاو الكراس برا نتوما غتضرروا. كلشي ضر. حتى هادو غادي يخرجوا. شكون هذا اللي غادي يبرك هنا؟ انت كتشوف فيهم على الاولاد. قال لك حنا الا كانت غندخلوا هنا وتبقى لنا المدينه عامره ما عندنا ما نديروا هنا. واخا غادي ندخل نمشي. ولكن السلطات كتوعد بان ما غاديش يبقاو الكراس هنايا في النهضه. تمام تمام ان شاء الله. الله يطول عمر السلطه والله يزيد في عمرها والله يزيد في عمر الملك ديالنا. الملك ديالنا الحمد لله. عيط على الجاليه جات من كل بلاد من المغرب. المغرب يزوروها. تنسارجوا وقال لك نشوفوا المغرب في هذه اللحظه هذه. انا دازو شي نصرانيات وبقينا داوي وحده معربيه ومعاه مترجمانه وحده معربيه. ملي كندوي الضحك عرفت راه كتعرف شويه العربيه. والترجمان عاد تقول لي مراه قال لكم مرحبا بكم مرحبا بكم. حنا الملك ديالنا راه والون يجيب الفرنساويين كاملين للمغرب راهم يعيشوا مخيرين ومرحبا بهم. هو كل شيء موجود. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. قلت لهم العنب يلا سير كيتنتف. الخضره يلا سير كتجنق. وشحال بغا ياكلوا شحال بغا ياكلوا الناس اللي غادي يجيو. مرحبا بهم. مرحبا بك. الله يسهل عليك. الله يبارك فيك. الله يجعل سيدي ان شاء الله يكون اي حاجه عنده اي كلمه عنده. الروح الزينه الطيبه هي مالكنا. مالكنا والله يزيد في السلطه المغربيه كامله. امين. والله يزيد في اعماركم انتم الصحافه اللي كتلحقوا هذه الاخبار وكديروا في هذا الشيء نقي. الله ينقي جريدكم. الله ينقي جريدكم. شكرا. الله يسهل عليك. عطيني النمره ديالك وحنا النمره. اعطيها له خويا. اعطيها له. كي داير اختي؟ بخير. لاباس عليك؟ هانيه. يلا ناديه. بخير. ناديه. واخا نمشيو. واخا اعطيه لهم. انا عطيه لي. انا غنمشي. راه جاري عارف فاش نسجلها لك. راني ما هزتش. عمران عطيه ستيلو. الله يسهل عليك. انت قيد النمره ديالي 06. مرحبا. نرجع عند خويا. نرجع عند خويا ونتطرقوا الموضوع اللي بغيتو. انا معاك. ها النمره خذها عندك. انت خذ النمره. خذ النمره وهي عندك ان شاء الله. مرحبا. انت خذيها. وثائق نوريك ورقات نبداو. انا خيري بالطاقه وتركتي. مرحبا مرحبا. انت نعطيكم النمره ان شاء الله. واحد النهار عندي عند حاسه 26 38 72 21. صافي. الله يسهل عليك ناديه. الله يسهل عليكم. الله يجيب لكم التيسير. الله يجيب لكم التيسير. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في ما بقى لي الا نقول لكم دعوا مع هاد الناس. الله يسهل عليهم. الله يجعل عليهم هاد المحلات يعني خير يا رب. ونتمنى من السلطات انها توفق باش كلشي يدخل ويحيدوا كاع الكرارس ان شاء الله. ولكن يعطيهم البديل اللي هو هاد المحلات هذه ويتجمع كلشي هنايا وكلشي يبيع وكلشي يشري ان شاء الله باذن الله. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء. عطيه.